السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم يارا. اليوم إن شاء الله غدا نحضروا مسمنات صغار في الفران بحشوة اللي هي اقتصادية ديال الخضرة، كيجيو أكثر من رائعين والطريقة مختلفة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوهم وتشاهدوا الفيديو إلى الأخير. ما تنسوش تشاركوا في القناة، اللي باقي ما مشارك يشارك وتدعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع أصحابكم وحبابكم. على بركة الله غدا ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. غادي ندوزو نحضرو الحشوه ديال الخضره. كنحتاجو الفلفله مقطعه، وعندنا البصله مقطعه، وعندنا القرعه وخيزو حتى هما مقطعين. كنزيدو الفلفل الاسود اي الابزار، الملح، وعندنا الكمون، وعندنا الهريسه اي الحار، وعندنا البابريكا اي التحميره، وعندنا السكنجبير، وعندنا الملح. وكنزيدو الربيع مقطع، وكنزيدو الزيت نباتيه، وكنشعلو النار تكون متوسطه، ما تهدوش مع التحريك المستمر، وكنخليوها حتى كتوجد لينا الحشوه كتولي معلكه. بعد ما وجدت لينا الحشوه كما كتشاهدوا كتجينا معلكه. اللي بغى يضيف الصوجة يضيفها. دابا غادي نطفي عليها النار ونخليها جانبا حتى كتبرد. غادي ندوزو باش نحضروا العجين. كنحتاجو 800 غرام ديال الدقيق الابيض يكون نوع جيد، وعندنا القليل من الملح، وعندنا معلقه صغيره ديال السكر سنيده. صافي، وكنجمعوها بالماء يكون دافي. كنبقاو نجمعوا العجينه حتى كتكون لينا العجينه لينه، ما تقصحوش العجينه. بعد ما جمعنا العجينه غادي ندلكوها شويه. بعد ما دلكناها غادي ندهنوها بالزيت بجميع الجهات، وكنوضعوها في بلاستيكه ونكسنسدو عليها، وكنخليوها حتى كترتاح مزيان. قد ما ارتاحت كتجينا العجينه زوينه. بعد ما ارتاحت لينا كنبداو نشكلوها كويرات، ودائما كندهنو يدينا بالزيت نباتيه، كنشكلوهم كويرات يكونوا صغار. بعد ما شكلناهم كويرات غادي نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا المره الثانيه. بعد ما ارتاحوا لينا الكويرات غادي ناخذ الكويره الاولى وغادي نقرصوها بالقليل من الزيت. بعد ما قرصناها غادي نوضعوا الحشوه ديال الخضره، وغادي نجمعوها على شكل صريره. ملي كنجمعوها على شكل صريرات كنروليوها وكنقطعوا العجينه الزائده. كنقادوها وكناخذوا الدقيق الابيض غير القليل فقط، وكنرشوها من الفوق، وكتجينا على هذا الشكل. دابا غادي ناخذوا
الكويره الثانيه وغادا نبسطوها على شكل طولي. بعد ما بسطنا العجين كناخذوا الكويره اللي عملنا فيها الحشوه وكنوضعوها في الوسط وكنبداو نتنيو الجوانب على الكويره وكنبداو نتنيوها او كنروليوها على هذا الشكل. هذا الطريقه اللي هي جد بسيطه وسهله ونبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل. ملي كنكملو كنوضعوهم في صفيحة الفرن مدهونة بالزيت وندخلهم الفران درجة حرارة 190 درجة ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال المسيمنات اللي حضرت معاكم اليوم بحشوة اللي هي اقتصادية جدا وكيجيو مرقين وكيجيو رائعين ولذاذ. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوهم فعلا يستحقوا التجربة. ما تنساوش تشاركوا في القناة اللي باقي ما مشارك يشارك وتدعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم. مع السلامة، فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.